مرحبا بكم درس جديد من كتاب النشاط للثالث بدايين for the like their primary activity book page 104 and page 105 من unit 7 lesson 3 من الوحدة السابعة الدرس الثالث. درسنا هذا اليوم هو مجموعة من التمارين راح نحلهن سويا. أول تمرين عندنا يقول لك read and draw. Read and draw. راح نقرأ اللي موجود هنا وبعدها راح نرسم حسب ما قال لنا. يقول لك حسن has a quiet pet. حسن عنده quiet pet. عنده حيوان هادئ. His pet is orange. البيت ماله الحيوان ماله is orange. لونه شنو؟ برتقالي. It lives in water. It lives in water ويعيش في الماء. Draw Hassan's pet and give it a name. ارسم حيوان مال حسن وانطيه اسم. شنو الحيوان مال حسن؟ طبعا أنا رسمته وحليته. أنت تقدر طبعا ترسم وتلون حتى يكون بشكل أجمل. أنا حسب تخميني أقول حيوان حسن it is a fish. حيوان حسن شنو؟ fish. لأن شنو؟ quiet pet حيوان هادي. His pet is orange والحيوان أيضا مالته برتقالي. يقول لك it lives in water ويعيش بالماء. شنو الحيوان اللي نعرفه بهذه الصفات؟ it is a fish. رسمنا الفيش. هنا تقدر أنت ترسم وتلون الحيوان والحسن. اللي بعده ريم plays with her pet. ريمز تلعب مع البيت مالتها الحيوان مالتها after school بعد المدرسة. It is white هو أبيض and it has long ears وعنده إذن أو آذان طويلة. Draw Ream's pet and give it a name. ارسم حيوان ريم وطي أيضا انطي اسم. شنو برأيك هو هذا الحيوان؟ You can guess the animal. تقدر تخمن هذا الحيوان. أيضا تخمين راح يكون It is a cat. It is a cat. هو قطة. رسمت لكم قطة. أنت أيضا تقدر ترسمها وتلونها بشكل أجمل. آخر شيء يقول لك Mandy's pet حيوان ماندي is green and red. حيوان ماندي شلون لونه؟ green و red. أخضر وأحمر. Mandy talks to her pet in English. Mandy تتكلم مع حيوانها بالإنجليش. Her pet can talk too. وحيوانها أيضا يقدر يتكلم. Draw Mandy's pet and give it a name. ارسم حيوان ماندي واعطيه اسم. برأيك شنو هذا الحيوان ممكن يكون؟ أني تخميني. It is parrot. Is a parrot. هو a parrot اللي هو ببغاء. تقدر ترسمه وتلونه بشكل أجمل. هذا ما يخص صفحة 104. عندنا صفحة 105 يقول لك write sentences. اكتب جمل. الجمل هاي ايش لازم تحتوي؟ تحتوي كلمات carrots و eggs. carrots و eggs. راح نشوف الصورة. عندنا هنا عندنا الرات أو الماوس أو المايز إيش يحمل؟ يحمل bag of أو يحمل some eggs. فإيش راح نقول؟ I bought أنا اشتريت some بعض شنو؟ eggs. I bought some eggs. أنا اشتريت بعض ال eggs. هنا يا rabbit شنو شايل بيده او شنو اشترى؟ I ايضا راح نكتب الجملة كاملة هنا يعني. فشو نقول؟ I انت اتكلم عن نفسي اللي هو هذا دي يتكلم. I شلون يقول اشترى؟ نقول I bought. I
bot ani ștret. Și ștela, ștela, sam, carols, sam, carols. I bought some carols. Ani ștret, ba'al, el carols, li hua ba'bil, جزر. هذا بما يخص حل هذا التمرين. عندنا التمرين اللي بعده write ish or if. عندك مقطع صوت اللي هو ش ومقطع صوت اللي هو if. فراح نخليه هنا أنا راح أحله وبعدين نسمع المقطع الصوتي مالته ونسمع اللفظ الصحيح أيضا. عندنا هنا هذا نسميه share. Shared. فيا مقطع صوتي أضيف إش لو إف. ش shared. Shared. إذا راح يكون مقطع صوتي إش. اللي بعده three. راح يكون إش لو إف. هيكون three. اللي بعده هذا الإصبع شو نسميه thumb. ثم شو حنضيف لمقطع صوتي شم لو ثم 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 آخر صورة عندنا هذه فردة الحذاء شو نسميها ثو لو شو حيكون مقطع صوتي شو 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 خلي نسمع المقطع الصوتي ونرجع لكم Shirt, shirt, shirt. Three, three, three. Thumb, thumb. هذا كل ما عندنا هذا اليوم أتمنى بنهاية الدرس تكون استفادتوا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وضغط زر اللايك دعم القناة إلى اللقاء في درس آخر